قدمنا يعني تقدم كان هو اللي اخرنا شوي الالغام. نعم. اكثر شيء هو الالغام اللي تاخرنا. شو بتعني السيطره على القلعه؟ يعني خلص تقريبا يعني ساعتين سقوط تدمر خالصه يعني. ساعتين ان شاء الله وقواتكم راح تتقدم. نعم نعم نعم, نعم. ساعتين ثلاثه بعون الله يعني خالصين. نعم يعطيكم العافيه. والله العملية أكلت تعب وأكلت مجهود من كل القوات الحمد لله. نعم. رب العالمين والحمد لله رب العالمين. انتصاراتها كتير عظيمة وكتير قوية. مجرد السيطرة على القلعة هو سيطرة على تدمر بالكامل. نعم. بإذن رب العالمين إن شاء الله للمزيد. جرمع قوات سكون الصحراء خليتهم أنتوا ذكرتوها. يا شباب النصر الله حياك. هلا هلا يا
تم التسلق لقمة سريتيل. طبعا كانت موجودة كمان عبوات عبارة عن براميل وبدونات كلها ملغمة لاسلكيا، تم تفكيكها من قبل عناصر الهندسة عند الوصول إلى القمة سريتيل المطلة على قلعة تدمان. تم الاشتباك مع مسلحي داعش مباشرة.